السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هيروز بلاك. واليوم راح نتكلم عن نينتندو دايركت اللي صارت اليوم. طبعا ما بنتكلم عن كل الألعاب، بس أتوقع الألعاب اللي هي أكثر من 25 لعبة، وفي بعض الألعاب موجودة حاليا في الستور. فنتكلم عن الألعاب الكبيرة مثل أو الألعاب اللي مشهورة. أول شيء نبدأ بـ Fire Emblem Warriors Three Houses، اللي هي نفس لعبة شخصيات من لعبة Three Houses، بس بشكل لعبة Warrior معروفة. طبعا كان في زلدة سنة الماضية نفس الشيء بستايل Warriors. أوكي، بعدين في لعبة ثانية اللي هي Advance Wars، راح يتم الريبوت للجزء الأول والثاني. هذه اللعبة كانت أصلا على Game Boy Advance، بعدين على DS بيجيبوا على نينتندو سويتش، وراح يصدر تاريخ 8 ابريل، اتوقع قبل رمضان بيكون موجود متوفر. بعدين في لعبه ماريو سترايك اللي باتل ليجو، اللي كره القدم لشخصيات سوبر ماريو، وهذه المره ضافوا فيها اشياء جديده مثل ملابس او هلمت او اشياء اللي تلبسها الدرع او كذا، اللي راح يساعدك، ولازم تختار يعني بدقة عشان إن كيف تريد يكون طريقة لعبك، وهذه الأشياء الملابس والهلمت وهذه الأشياء راح يساعدك في طريقة اللعب مثل ما شايفين في الفيديو. وراح ينزل تاريخ 10 من شهر 6 هذا السنة. أوكي، بعدين نروح سبلاتون 3 اللي هي الجزء الثالث للسلسلة، وهي راح تنزل صيف 2022. بعدين في لعبة ريترو اللي اسمها فرونت ميشن الجزء الأول والجزء الثاني. هذه اللعبة طبعاً كانت على الـNES، ما تم ترجمتها اللغة الإنجليزية، فكذي كانت بس متوفرة في اليابان. طبعاً في فان ميد، لكن إحنا باين شيء أوفيشال، فزين إن الحين جاية في نينتندو سويتش. طبعاً هي لعبة تاكتيك نفس الشيء، نفس تال فاير إمبلم إذا حد ما عنده خبر عن هذه اللعبة. أوكي، في لعبة SD غاندم، اتوقع هذه ريماستر ولا شيء من بلاي ستيشن 4 ولا شيء، انا ما عندي خلفيه واجد عن العاب غاندم. اوكي، بعدين في لعبه اسمها كرونا كروس ذا ريديكول دريمز اديشن، هذا طبعا ريماستر للعبه كرونا كروس اللي كانت على البي اس 1، وفي لعبه ثانيه معاها نفس اللي هي تلعب عن طريق الكتابات، وهذه يعني راح يكون لعبتين موجودتين في نفس الكاتريج. وانا اشوف صراحة هذا شيء حلو، ان لعبة قديمة مثل كرونو كروس بيجي على النينتندو سويتش، لان شفنا اكثر من لعبة من PS1 سووها ريماستر ونازل على النينتندو سويتش. بس كنت اتمنى لو يسوون جزء ثالث او يسوون الريميك للجزء الاول، كان شيء خطير. بعدين في لعبة كيربي اللي راح ينزل في تاريخ 25 اللي هي Forgotten Land اسمها، ومثل ما شايفين في الفيديو اشوفها يعني لعبة حلوة، يعني في النهاية هي لعبة كيربي بس يزيدوا فيها اشياء جديدة وهذا. دين اوكي، بعدين عندك Kingdom's Heart Collection اللي انا صراحة ما مهتم ابدا عن فيها، بس المشكلة الثانية فيها ان كلها Cloud Versions، يعني لازم يكون عندك انترنت قوي عشان تلعبها. اوكي، بعدين عندك بورتل اللي معروفة على البي سي، اللي بورتل 1 وبورتل 2، طبعا لا جمهور يعني كبيرة، يعني الناس يحبوا هذه اللعبة، فراح ينزل على السويتش الجزء الاول والجزء الثاني، هذا شيء حلو وخبر حلو لفانز للعبة وحل فانز نينتندو سويتش نفس الشيء. اوكي، بعدين في نفس الشيء ريميك او ريماست او ريبوت للعبة ليف، هي لعبة سوبر نينتندو نفس الشيء، ما كانت مترجمة للغة الإنجليزية، فالحين زين إن بيجيبوها على النينتندو سويتش بس بطريقة ستايل اللي هي أوكتوباث ترافل، اللي ممكن نسميها HD 2D، وفي نفس الشيء لعبة دراجون كوست 3 ريميك راح تجي على نفس الستايل. بعدين عندنا ترانجل استراتيجي اللي
في ديمو ثالث اتوقع بينزل، ممكن اتوقع الحين موجوده ممكن تنزلها. والحلو فيها ان تلعب وتسيب السيف داتا في الكلاود، لما ينزل اللعبه ممكن تكمل من هناك، يعني سيف داتا موجود معك. نفس ستايل اللي دراجون كويست، كانت دراجون كويست 11 كانت ديمو تلعبه من بدايه اتوقع ولا من نصف كده ل 10 ساعات، وبعدين لما يعني اذا اشتريت اللعبه ممكن تكمل السيف مالك. وبعدين في لعبه كاب هيد اتوقع شخصيه جديده اللي هي بنت اتوقع اذا ما غلطان. اوكي بعدين عندنا ابديت حل مترويد، راح يكون ابديتين اثنين يعني، والاولى بيكون متوفر خلاص اللي هي بضربه واحده تموت ساموس او الشخصيه ساموس، والابديت الثاني بيكون فايت مع البوسز. اوكي الحين نروح على الاونلاين سيرفيس، وش فيه جديد الحين اخيرا بعد انتظار؟ لعبه ايرث باوند راح يتوفر في السوبر نينتندو اللي هي اونلاين الخدمه الاونلاين حق النينتندو. في الالعاب سوبر نينتندو راح تحصل اللي هي ايرث باوند، ونفس الشيء على NES لعبه ايرث باوند موجوده. اذا اخر شيء اللي تم اعلان عنها وما حد توقعها اللي هي زينو بليد كرونيكلز 3، اللي ممكن نقول يعني احسن اللعبة اللي تم اعلان عنها، واتوقع هذا اللعبة يكفي حال الليست كاملة لان زينو بليد لعبة رهيبة صراحة، واللي ما جربها انصح بقوة انه يلعب الجزء الاول اللي على النينتندو سويتش اللي هي الريميك، والجزء الثاني، والحين راح ينزل الجزء الثالث، ففرصة تلعب اللعبتين الجزء الاول والثاني بعدين تيجي تلعب الجزء الثالث. طبعا هذه لعبة كبيرة جدا يعني، لعبة كبيرة جدا حل نينتندو واثقين من اللعبة يعني. وإذا باين شوفوا الريفيو للجزء الأول والجزء الثاني موجودات في القناة. إذا شباب هذه كانت ألعاب المشهور أو ألعاب القوية اللي تم إعلان عنها في نينتندو دايركت. لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب. شكرا.